وشقا لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا هادي شاد حق الله وكتدير تيك توك وخارجة الدور وكتسركل وفرحانة. دابا المرأة ملي كتشد حق الله راه ما خصهاش تخرج للزنقة إلا الحاجة الضرورية، يعني إلا كانت عندها شي حاجة ضرورية وما كاينش اللي يقضيها ليها عادي ممكن تخرج تقضي هذاك الغرض وتعاود ترجع لدارها. دابا ولينا تنشوفو أخويا بحال هاد الناس اللي شادين حق الله تيخرجوا بالليل وبالنهار في الصباح في العشية مسافرين في القهاوي ما فهمتش والله ما فهمت بالله. السلام عليكم خوت كثير اللي لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومن حبيبكم بكم عطيني فيديو جديد. الدراري واحد السؤال، المزير ولبستو الشعر وصبغتو الحجبان ونتفتو الكراتين ودرتو التلواز ولوزتو، فوقاش ناويين تحملوا وتولدوا وتهنيونا؟ اختي الا كنتي كتقلبي على الرجال غتلقيهم، كنتي كتقلبي على الشميتات غتلقيهم، كنتي كتقلبي على اللوبيات غتلقيهم، المهم داكشي علاش ما قلبتي انتي غتلقيهم. من الرجال الحمد لله راه باقيين موجودين وكاين ولاد الناس، ولكني علاش ما قلبتي انتي غادي تلقيه. واش باقي نلقى عليك يديروها زعما في العراسات؟ يديروها بزاف اللحم كله. عطات 50 درهم ودات 100 درهم واش باقي هاد القاعده كيديروا زعما في العراسات؟ الدراري حضيو راسكم تسير. واش هادشي قنبوج جبتي عاوتاني ولا شنو؟ شكون هذا؟ زوين؟ زوين عندي غير والو من الحياة راه شي غيجيني واحد الكتيئة. منين كتجيب لي داك الشيء؟ من هنا. سمحي لي سمحي لي سمحي لي. والله والله ما درتش بالعاني والله ما درتش بالعاني والله. لا انا بغيت نوكل. شوف صافي كول هاكول هاتي كولي هنينا هاتي مهدي ليا سهلا انت واحد والله كنخاف انايا راه موني الدار تيقول لي عرف مع من تاكل ولا 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 سمعي مقرية والديا هادو قالت لي امي قالت لي ما تبقاش تاكل طاري لي مقرية واختي وكنخاف انايا اللي قالت لي امي عندي واحد اللعبة عندي واحد اللعبة قال لك اللي خاف والله تاهي انا كولي ترى بقرة بقرة امك لا ما جبتي والله تسمع اش قالت لي قالت لي بقرة امك سكت لي يا صاحبي واش تي ما بقيتش بغيت نعطيك. راه صاحبي وحده عيرت لي مو بوجهو وسكت ليها بحال هادي خاصو يبربقها يا صاحبي. لا طرجلت ليها والو اسمح ليا. فين الوالد؟ انتي فين؟ انتي تعالي انتي تدوري شي زوفي نسينا الله الناس الله. شنو هو الوالد؟ عندي واحد البلان خاصني نمشي نقرا. اش من بلان؟ مالك طاشرون؟ تيقول لي على القرايه اش قلتي في القرايه؟ العام الجاي ان شاء الله الكليه خاصني نجيب الباك. اين باك بغيت تجي؟ عليا من هنا الا دخل داري. واش بغيت ترجعني دليلي؟ ترجعني برقي تجيب لي الباك داخلي هنا؟ وصافي الواليد كلامك هو الكلام. شيري تحدي بركي لا كولي الكواغ لا كولي الكاغيط كولي الكنانش. وكيفاش الواليد بغا يشيني الحفاظ؟ ياك حلفت شي باليمين ما نجيب الباك وما ندخلو عليك للدار، علاش الحفاظ هنا وكاك تضيع الوقت؟ والله ما قريتي عليا بلي ميت نبركك الدار والله لا بقيتي خرجت نسوف تعيك ونسالو ونخرج الوالد الله يحفظك غنبقى نهضر بزاف عدي بلان خليني نمشي نقضي قلت ما فرجتش على البلان انا احسن من البلان اللي قلتي راني غنديك عند خالتك الدار بيضاء ونجوجك البوعزه اللي بيع صوصي والله تدعي لي تدبحي الكلام وتسالخي معك وتسوي مكبك دوز تحبي خطيره تختنا هذه ولا انت خطيره بالله حنا انا ما خدمتش هذا العام لان قوه الضواوات بنادم شويه بنادم شويه بدا كيكبر وبدا كيعيا الله الحمد لله الحمد لله واللي بغيت نقول لكم انا درت واحد القناه انا ما عرفت واش تقبلوها ولا ما تقبلوهاش واحد القناه درتها ديال قناه نعيمه بوحدها هاد الممثلة مسكينة نتايا ما خداتش حقها دابا شحال هادي ما بقاتش مسكينة خدمات وما بقاوش كيعيطوا ليها وداكشي ودابا مسكينة نوض عاوتاني دارت تاهي قناة باش ترزق منها مسكينة نتايا الله يحسن العوان ربي بلا ليلي كين غادي تيقلب شكون اللي بغا يجي يتصور معاه
شكون انت اصلا؟ شكون انت باش يجيو تصوروا معاك الناس؟ هذا مسكين كيدير هذا ما بان لي شي واحد كيعرف ولا شي حاجه حتى الساعه حتى واحد ما تسوق لي هذا الريبورت وهذا الساعي انا كنقول هي الساعي تيضل تيطلب في اللايفات ديالو. كيتعصر مسكين وكدوم هو يخرجوا. حنين حنين البنات حنين انا بغيت نتاثر ولكن الغلب الله. اداء الناس ديال البيجا في التدريب كاينين في مراكش وراه قالوها هما قال لك هو ما عندوش القدره دازنا زعما القرايه. انا تنعرف الكره تتلعب ماشي تتقرا. انا تنعرف انا سيسول عليا في الجامعه في التيران اديت احسن واحد في لي تيران في لي ستاج كلهم. اشنو الا بغيتي نبدا نهضر معاك بالفرنسي ونهضر معاك بالانكلي ونهضر معاك بشي حاجه خصني نمشي نكون طبيب. لاش بغيت انا نلعب الكره كاع باش عالم واحد الله انت ما قال لي هضرت يقول لك كذا هذا ما خاري ما كذاش. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خاريش وصق الامه وغادي وجا جيل الجيل اللي كاين دابا راه غادي على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اشنو بتقول لي انزل بتقول لي انزل عليه تنزل عليه الوحيد حتى حنا نزل عندنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو عنده الحق في هاد الهضره اللي تيقولو كلها ولكن القرايه خويا تتعاون بزاف بزاف ديال الحوايج. الانسان ملي تيكون لعاب واعر وتيكون قاري مزيان ملي تيعتزل تيعاود يدخل عاوتاني للتدريب وتيولي عاوتاني مدرب واعر لحين تاش التدريب تيبغي القرايه. الانسان ما كانش قاري تيكون شويه صعيب. هو الهضره اللي دارت معنا ولكن ضروري خويا من القرايه. القرايه ضروري الانسان خصو يكون قاري. شهاده ايمان المساجد في سعد المجرد. هذا الرجل هذا شهد في حقي. كنت انا امام مسجد في فرنسا في باريس وكان كيجي عندي للمسجد كيصلي معايا الصلوات ومواظب لصلواتي في الاوقات. وهادشي ما كيعرفوش المغاربه. هادشي هذا ما كيعرفوش المغاربه. المغاربه تيعرفوا كيغني غير غزالي يخلي لي كيدير غزالي ونطير معاك في العلالي. هادشي ما كيعرفو المغاربه. هذا الرجل كان كيجي كيصلي ورايا في المسجد في الصلوات يواظب على الصلوات ديالو كامله. المخير فيهم هذو اللي كيسبوا دابا تلقاه ما كيصليش ما كيركعش كان كيجي يصلي معايا دائما وابدا. وكان زائد واحد المساله انه واحد الرجل محب للقران واهل القران. وانا واحد من اهل القران اللي شفت من هذا السيد غير الخير بالاحترام والتقدير اللي كان كيحترمني واللي كيقدرني واللي كان كيكبر بيا وقف معايا في ظروف ديال المحن. هاد السيد هذا وقف معايا انا في ظروف ديال المحن. حان الوقت اللي نجبد هذا الراجل هذا بهذا الشيء اللي دار معايا. وقف معايا في ظروف صعبه. وقف معايا انا في ظروف صعبه ماديا ومعنويا هذا الراجل. وهذا الفقيه هذا راه حافظ الاغاني ديال سعد المجرد. فقيه وحافظ الاغاني.